السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاءنا اليوم من يوم الجمعة كالعادة، أتقاسم معكم بعض النصائح في ديننا الحديث، وارتأيت اليوم أن أعطيها عنوان كن، فقط بعض الجمل. أولها: كن مع الله يكون معك. فإذا كان مع الله معك فمن عليك؟ تأمل جيدا هذه الكلمة: فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. بالله عليكم، كل واحد منا يأخذ وقتا كبيرا، كان أو صغيرا، شابا أو شابة، شيخا أو عجوزا، أن يأخذ وقته ويتأمل في هذه الكلمات: كن مع الله يكون معك الله، فإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. احذروا هذه الكلمات. ثم قل لنفسك هذا الكلام حتى وإن كنت جارا في طريق المعصية، قل لنفسك هذا الكلام: كن مع الله في خلوتك. هذه من أهم الأمور التي ممكن أنصحك بها: اتق ذنوب الخلوات. عندما أيها الشاب وأيتها الشابة تقفل باب بيتك وتظن أنك وحدك، فقد أخطأت خطأ جسيما، لست وحدك، فالله معك، إنه أقرب إليك من حبل الوريد، إنه معك في كل الأوقات. فإذا خشيت أهلك أو الناس أن يروك، استحي من الله يا أخي. ذنوب الخلوات خطيرة جدا، أولها عدم التوفيق. احذروا ذنوب الخلوات وكونوا مع الله في الخلوة، تصبح وجوهكم مستنيرة بنور من الله وقبول وتوفيق وتيسير في أمور حياتكم. ثم كن رجلا لزوجتك لا رجلا عليها. أعيدها: كن رجلا لزوجتك لا رجلا عليها. ثم كن صادقا مع نفسك ومع الناس، بطبيعة الحال أولا وآخرا مع الله سبحانه وتعالى. كن ممتنا لله لأنه خلقك مسلما، وكن شاكرا لله لأنه خلقك مسلما. كن متحكما في النفس الأمارة بالسوء، فهي تدفعك إلى طريق الشهوات، وطريق الشهوات يدفعك إلى طريق الضياع. كن محافظا على صلاتك وأكثر من النوافل، يحبك الله، فإذا أحبك الله يسر لك كل شيء. كن حافظا للسانك وبصرك وفرجك، ترضي الله، وإذا أرضيت الله ورضى عنك الله فماذا تطلب بالله عليك من مزيد. وأخيرا كلمة بسيطة لمن أساء إلى رسول الكريم في هذا اليوم المبارك: أوصيكم بالصلاة والسلام عليه، فصلاتنا تعرض عليه يوم الجمعة. أما ذلك الرئيس الشاب المتهور الذي أساء لنبينا العدنان ولا زال يسيء لنبينا ولديننا تحت حجة سكيل أبل دي بالير دو لا ريبوبليك، عن أي دو كان بالير parlez-vous monsieur le président؟ Si vous avez connu les vraies valeurs, vous auriez certainement respecté l'islam. Mais vous vous entêtez à ne pas connaître l'islam sous prétexte ou selon tête que vous avez vous-même créé, occidentaux, le terrorisme. L'islam est bari un min hadha al-amr. L'islam est ismu jalalatu al-salam. L'islam, c'est la paix. L'islam is peace. Wa dinu al-salam. Wa dinu al-ukhuwa. دين كله سماح وسلام. لست هنا لأشرح لك الإسلام لأنني أعرف أنك تعرفه أكثر من كثير من المسلمين، أنت وغيرك من يحاربون الإسلام بدلالة اسمها الإرهاب الذي هم من صنعوه بأيديهم. أن تكون رئيسا أولها أن تكون حكيما، وأنت لست حكيما. أن تكون رئيسا أن تحافظ على مصلحة شعبك وبلدك، وأنت بهذه الطريقة أسأت إلى شعبك وبلدك. أن تكون رئيسا
أن تكون حليما وأنت لست كذلك. أنت رئيسا أن تكون محترما تحترم الغير وأنت لست كذلك. أما نحن فقبل أن نكون مسلمين يجب أن نعترف بالديانات الأخرى، بموسى وعيسى وأنبياء الله أجمعين، هذا هو شرط الله علينا. أما أنت بماذا تعترف؟ بماذا تعترف بالله عليك؟ Être président, c'est être doué d'une grande sagesse. On n'est pas sage, donc on n'est pas président. Être président, c'est respecter les autres nations, la religion, le principe. On n'avait pas fait, on n'est pas président. Être président, c'est respecter son peuple, vous ne l'avez pas respecté. Parce que la majorité de votre peuple, aujourd'hui contre vous, ils sont en colère. Parce que vous n'avez pas respecté les valeurs de la République. Les vraies valeurs, pas vos valeurs, à vous. À bon entendeur, salut monsieur le président.